استراتيجية الأبواب المغلقة للصف الأول ألف في مادة القرآن الكريم، ونبدأ بالطالب ريان. دق الباب. تصفيق الريان. الله يا أنس. من هو أبو لهب؟ إيش الإجابة يا أنس؟ ممتاز، تصفيق الأنس. الآن من معانا أحمد؟ يلا يا أحمد دق الباب يا أحمد. هل أبي لهب سيدخل النار؟ نعم. ما هي إجابة سؤالك؟ نعم. ممتاز جدا، تصفيق الأحمد. يلا تعالي أحلام، يلا دق الباب يا أحلام. معنا الفتح، فتح مكة. معنا الفتح، فتح مكة. تصفيق الأحلام.